دكتوره تيسير، احنا الاثنين كروس ده عندنا في السيربيرلم وفي البونز اللي هي قبل الكروسنج. بس لو قال لي معاه فيزياء يبقى يعني، او قال لي معاه حاجه في حاجه تقول لي ان هو سيربرم اوكي، او لو قال لي كرينيال نيرف غالبا هيبقى ايه في الميد برين، ده معاها فيشيال نيرف فغالبا هتبقى احنا هنا ايه الليجن في الجسم فين، على الليفت يبقى هو رايت بونز، صح كده؟ بص، هو الليجن المفروض يعني ليفلنج اما سيربر كورتكس او انترنال كبسول او ميد برين، او يعني بتاع ده أو الميد اللي هو برين. الميد برين. تمام. هو كان الفرق بين السيربرال كورتكس والانترنال كبسول الافيزيا اللي انت بتقول عليها دي، تمام. بس الاثنين كان في حاجه كومن بينهم، يا الاثنين يا كروس يا نان كروس. الميد برين عكس السريبرال، يعني في وقت ما انا فاكره المفروض الميد برين البرين ويكنس على ستيم، البرين ستيم البرين ستريم، البونز يعني، عشان هو لو السبعه دي في مضروب، البرين. لو مضروب هو ويبقى الاتش لاترال كرينيال نيرف، يعني كرينيال نيرف افكشن فيه تبقى اتش لاترال. كرينيال نيرف نيوكليا بتطلع من البرين ستيم، فغالبا هتبقى افكتد لو هي الليجن على المستوى ده. لو السيريبرام بقى هيبقى افكتد، اللي هي اللي هيبقى فوكال ديفيسيت فوق في الهاير سنتر بقى، افيزيا مش عارف ايه حاجه تانيه تقول بص لي. هو مجاوبها الرايت بونز، بس عشان ما نقعدش ايه هي الرايت بونز صحيح. ما هو اصل هي ليه بقى؟ ايه؟ قول تمام. ليه؟ اقول لك الكورتيكوس باينل، الكورتيكوس باينل ماشي كده، معلش سوري معلش، اقول مثلا ده السريبرال كورتكس هنا اوكي، وده مثلا الميد برين، ده الميد برين وده البونز ودي المظله مثلا اوكي. فيجي انا من الهاير سنتر من هنا هينزل كده 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 كده، يجي عند المظله ويعمل كروسنج وينزل تمام. هنا الكرينيال نيرفز بتاعتي طالعه من هنا مثلا، انا لو الليجن جاي هنا يبقى انا ابسي لاترال كرينيال نيرف انفكشن وكونترا لاترال اللي هو الكورتيكوس باينال. طيب لو جاي الليجن لو رايت ولا ليفت؟ ما هو انت بتعمل ايه، ليفت مثلا رايت؟ الليجن هنا مثلا بيقول الليفت سايد الافكتد، الويكنس جاي في الليفت سايد اللي هو هنا مثلا، يبقى الليجن هتبقى في الناحيه الثانيه، هتبقى في الناحيه الثانيه وهتبقى ابسي لاترال بالنسبه للكرينيال نيرف وكونترا لاترال بالنسبه للبودي يعني. تمام. هو ما قالش سنسور هنا اصلا، مش هو ما قالش سنسور كله، هو موتور مع الفيشيال بس، فده مش بيخلينا نفكر في السيريبرم والستروك يعني العادية، بيخلينا نفكر انه هو، فهو يبقى دي اللي هي اللاترال بون سندروم او كده، اللي هي بتاعت الفيشيال في ابسي لاترال وكونترا لاترال موتور. رب تطلع صح. هي الرايت بون زي بس هو لو هياخد كونترا لاترال المفروض هياخد ال upper ولا motor، او upper ولا lower motor؟ في الفيشيال upper في facial ولا lower motor؟ upper motor neuron lesion قصدي، ولا lower motor؟ لا هيبقى ابر، بتهيألي هيبقى ابر لانه هيضرب النيوكليا نفسها. لا، لو النيكلاي يبقى lower، انما لو ضرب بتهيألي مش من بعد الاكستراكت النيوكليا يبقى لور. النوكلياي او لا من اللي نيوكلياي، وراها، من النوكلياي من والنيرف نيوكلياي اللي هو والمسل الموت. كله. عشان كده انا يعني انا، هو لو بونس يبقى المفروض هياخد نص الوش، يعني هياخد اللي هو انت ممكن بتتكلمي يكون عشان الفيشيال. تمام. طب نبص، هو قال ما هو ده اللي، ما هو ده اللي ملخص رايت يعني سايد فيشيال ويكنس. الكروز ده في الميد برين، ماشي. النان كروز ده في الانترنال كابسول والسيريبرال كورتكس، المفروض ماشي، يبقى العيان لور زي ما انت قلت، يبقى لور نيورون ليجن بالنسبه للفيشيال نيرف. ماشي، بس هو الاثنين في نفس الناحية ولا الاثنين في ناحية واحدة؟ يمكن بقى النيوكليوس، لما النيوكليوس بتتضرب غير ما غير ما النيرف نفسه بيتضرب، عشان موضوع البرزنتيشن ده ما ممكن هيوضحها على فكرة، محتاجين نقرا الكلو. لا اصل هو ملخبط. هو انا قصدي، انا يعني اللي انا قصدي ان هو لو انت دلوقتي لو انترنال كابسول او سريبرال كورتكس هيبقى ربع الوش في نفس الناحيه، تمام. لو في البرين ستيم يبقى نص الوش الناحيه المقابله للليج، حلو الكلام كده، يبقى نص ونص، يبقى ده الكروز.
انما نان كروس ربع في نفس الناحية، فهو فيه something wrong يعني، انا قصدي على كده. طيب هات ال طب ممكن بيقول challenging وبتاع، ما اشوف هيقول ايه. طيب ماشي، هو هي القصة هنا سؤال ازاي تعمل localization للليجن. أيوة تمام ماشي. This is fairly challenging localized question, but it's perhaps is not difficult as is first seem it if you work through the possibilities and eliminate the option as you go. Right cerebral lesion would give upper and lower limb weakness. تمام. It's would be cause left sided facial weakness. left sided facial left مع left انا يبقى في نفس الحته، هات الفيشل افكشن تبقى في نفس في السيم سايد وفي موتور. تمام زي ما احنا ما انا قلت يعني صح، يعني احنا left lesion وleft facial. تمام. طب لو left cerebral would cerebral lesion would be upper and lower motor we know upper and lower weakness with right facial weakness. Right cerebral lesion give the right upper and lesion على المستوى السيريبرم يبقى هيبقوا الاثنين في نفس الناحية، هيبقوا الاثنين كونترالاترال صح كده؟ هيبقوا اثنين كونترال. بس هي الجملة الأولانية بتقول كده ليفت وليفت فيشل وليفت فيشل، هيبقى كونترال الاثنين كونترال. ماشي تمام. مستوى السيريبرم سيريبلر ماشي، وبعد كده لو ليفت يبقى upper and lower أكس. ماشي على نفس الناحية. تمام خلاص احنا انتنا متفقين. طيب تمام. طيب cervical spine cord would not cause a facial weakness. تمام مفيش مشكلة. we are left the bones سيبنا البونز. the bones is above the level of dissociation and the corticospinal tract so pointed to the lesion. corticospinal tract so pontine lesion would cause contralateral limb weakness. تمام contralateral ماشي، احنا لو احنا في الليفت contralateral هتعمل على الرايت مفيش مشكله. based on this information alone you can conclude that three option option 3 must be correct answer with needing to understand why it has caused ipsilateral facial weakness. يعني طب ماشي تمام مش لازم تفهم يعني. لا لا قصدي لا بص هو نفس الكلام، قصدي لو انت يعني شفت البونز كونترالاترال فما تركزش قوي في الفيشيا، اختار بقى وخلاص. اختار يعني شور كده ان انت هتبقى كونترالاترال مع البودي بدان في، بس هو لور مش ابر صدقني. يعني هو المفروض هبص فيشيال موتور نيكروز از لوكيتد ان ذا بونز اند سبلاي ابسيلاترال فيشيال ماسل. يبقى هو المفروض يبقى زي ما انا قلت يبقى نص الوش يعني كروس هيبقى في ذا سيم سايد اوف ذا ليجن، الكونترالاترال هيبقى الهيميبلاجيا اوف ذا ليجن. هو هنا السؤال ده غلط عشان كده بقول لك هو مدي لا لا بص هو بقول لك ايه بقى، هو بيقول لك ديفرنس بين الابر واللور موتور كرانيال نيرف ليجن نوت ديسكاست هير بات وورث ليرنينج. يعني هو في معلومات تانية ممكن يقولها لنا هتكسبلين ده، بس هي بيوند الفيرست بارت يعني ماشي. لا بس عشان ما نلخبطش، بس هي الفكره ان هو السؤال ده انا مصممه يعني هو العيان كده المفروض النص ده مع النص ده هيميبليجيا بس ياخد نص الفيس. انما 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 لو العيان الثاني هنقسم الوش 4 يبقى الربع هنا مع الهيميبليجيا هنا، فاهمني؟ عشان ده اسمه ده كروس يبقى برين ستيم، نان كروس يبقى سيريبرال كورتكس. الله ينور عليك. تمام صح صح عشان كده بقول لك السؤال ده غلط اساسي. ماشي ليه؟ ما هو ما حددش الفيشل، هو بيوضح يعني هو بيقول ان هو يعني هو عارف ان اجابته مش كامله بس ممكن لو قريته اكتر ممكن تتوضح لك. يعني لا مش فاهمني، هو مديني upper motor neuron lesion للفيشل ازاي عامله كروزد؟ السؤال غلط بس يعني انا اقدر على كده فاهمني، بس ماشي مش مشكله. هو قال لك كده لو هي الليجن البتاع ده الفيشل مع الويكنس يبقى احنا سيريبرال كورتكس، الاثنين من نوت ذا سيم سايد يعني الاثنين كروس يبقى احنا بونتاين. تمام ماشي، بس هو يعني هو هيلخبط الناس والناس تجاوب غلط بناء على الداتا دي. ماشي
انا معترض دكتوره تيسير، هقول لك بس اسمعيني بس. قول. دلوقتي دي سيريبرال كورتكس، اوكي، هينزل الكورتيكو سباينال، ده البرين ستيم بقى كله على بعضه، تمام، وهيعمل دي كسيتان. خلينا ده الميد برين وده البونز ودي المظله، هيجي عند المظله ودي كسيت بقى في الناحيه الثانيه، اوكي. النيوكلياس بقى بتاعت الفيشيال هي في البونز هنا، صح؟ واحده هنا. طيب هو لو حصل، يعني طبعا الثاني، خلينا نرسم الثاني برضه عشان ما تلخبطش اهو، ويحصل كده. لو انا الليجن كان هنا، ايوه الليجن كان هنا، يبقى انا ضربت التراكت اللي راح الناحيه الثانيه، دي متفقين عليها. والفيشال نيرف بيطلع على الناحيه الاخرى، فيبقى كروزد لو هو تمام. على مستوى البرين ستيم، اها تمام. بينما لو هو هنا مثلا على لا المستوى، ثواني بس، انا ما عنديش اعتراض على الكلمه دي. هو الفيشل هنا هيبقى افكتد ابر موتور ولا لور موتور؟ هو ابر خد الفيشل نيوكلوس يبقى ابر موتور. هو جايبها في السؤال ايه؟ مش عارف هو جايبها في السؤال ايه، نبص عليها. بس بيتهيألي هو ما اتكلمش في قصة ابر ولا لور، لا يعني نتكلم ازاي؟ right sided facial weakness، spares weakness the يعني forehead. لور تقريبا، لا صح؟ ثواني، spares the forehead يا دكتور حسن، ما احنا قلنا لو واخدين نص الوش يبقى وقال ده spare. lower motor. spare forehead، يبقى upper. بالظبط. ازاي طيب بقى؟ الابر، انا هي انت قصدك عشان الابر. طب ما ممكن ياخد النيوكليس كلها. ما هي النيوكليوس خلاص lower، ما هو لو واخد النيوكليوس lower. النيوكليس هيبقى فهمتني؟ يعني صح. هو المفروض يقول right sided facial weakness including upper and lower parts مش sparing. واكيد احنا في الحكايه دي ماشي. معلوماتنا مش كامله، يعني اكيد مثلا فيها تريك كمان. هو قال كده يعني انت عايز تعرف اكتر عن اللور موتور والابر موتور في الفيشال نيوكليوس، محتاج تقراها اكتر، لان هي ممكن تبقى هو مثلا بيتاخد جزء منها ما بتتاخدش كلها، فيديك البيكتشرز بالظبط. دي. انا يعني هو مثلا نيوكليس كده، انت قلت الابر نيوكليس بتتغذى باي لاترال، واللي هو بتبقى بتاخد من نفس الناحيه بس. طيب ممكن يكون الليجن جاي في الفايبرز بتاعت ال، خد حته من نيوكليس مثلا، ما خدش النيوكليس كلها. والنيورو برضو مش مائي، مش انا رياضه لا قوي انا يعني. اسحب كلامي، انا متفق مع الدكتور سيسير. طب ازاي سبيري؟ ما هو لازم يبقى ابر موتور لا ميمبرين. بس هو يا دكتوره معلش، النيوكليس قد يعني، خد حته من النيوكليس وسيب حته تانيه اصل هو يعني بص، هو معلش. الراجل اصل هو موضح، قال لك بص اقروها زياده في حته تانيه. هو بقول لك انت مش لازم تاندرستاند واي، بس محتاج ان انت لو قريتها هتعجبك. يعني اقرا عن الموضوع بتاع الابر واللور. انا تمام معاك ان ده المنطقي، ده اللي احنا متعلمينه وده اللي ماشي مع كله، ان اللي هو واخد النيوكليس يبقى لور موتور، لور موتور يبقى هياخد كل ال، مش هيسبير بس الفور هيد. بس هو كلامه بيقول ان في further information ممكن نعرفها، يعني الحقيقه مش دي كلها الحقيقه، في حاجات بيوند، يعني ممكن لو عملنا سيرش عليها نلاقي حاجه لا يعني يفيدونا هو يعني. قايل ان السؤال مش كامل او في تفاصيل ناقصه يعني. هو قال كده، قال انت مش محتاج تفهم بقى، بص انا مش هفهمك، بس عايز افهم اقرا بقى تاني. صحيح عادي انا بس فاهمه هو حتى صح بقى، يعني يعني كويس صح انه اللي قايل الجمله فهمته دي عشان ما يعني. نتخانقش كمان يعني. لا هو صح يعني، هو يعني دكتورة شايفة ان هي جونها معترضة، اعتقدت صح. وبقول لك لا يعني هو صحيح. لخبطني، بس هو لما جاب الربع ده فانا قلت خلاص احنا مش بونز اساسا، فاهماني؟ فهو لخبطني يعني، فاهماني؟ هو كده انا بيدايفيرت تحسها ستروك حد. يعني، انت فور كده اللي هو ده لا ابر موتور. ويخليك تجاوبي غلط كمان يعني، فاهماني؟ يعني بس يعني مش طيب. هو بس في كونسبت الاثنين في نفس الناحيه سيريبرال كورتكس، الاثنين كروزد يعني نون كروزد سيريبرال كورتكس او انترنال كاترون او كروزد بوت. خلاص مش طيب. البرين ليجن يعني ايه؟ هنا بيقول لك ايه allow the localization of the brain lesion gross anatomy. لو برايتال لوب ليجن بيعمل لنا سنسوري ان اتنشن ابراكسيا، مش ده اللي احنا خدناه امبارح؟ ابراكسيا استيريوجينيسيس تاكتايل اجنوزيا انفيرور هومون كوادرانتونوبيا الجيرتمانز سيندروم. احنا قلنا العيان جيرتمانز ده ما بيعرفش يقرا ولا يكتب ولا يعد ولا يعرف ايديه، صوابع ايديه ولا اليمين من الشمال، تمام؟
أليكسيا اللي هو بيعرفش يقرأ. reading خلاص تمام. أليكسيا كالكولا فينجر ايكونوتي رايت تو ليفت ديسورينتيشن ماشي. اوكسيبيتال لوب هرمونو من اسمه انوبيا وذ ماكيولار سبيرنج مهم او ماكيولار سبيرنج كورتيكال بلايندنس فيجوال اجنوزيا تمام عشان هو الاوكسيبال في الفيجن سنتر. التمبرال لوب ليجن فيرنكس افيزيا ذس از اريا اوف فورمز ذا سبيتش بيفور سيند اند اتو بروكس اريا يعني هو المفروض بيكون السبيتش قبل ما اوديها للبروكس اريا عشان كده البيش ذا ليجن ريزلت ان وورد سبستيتيوشن نيوجلزم بات سبيتش ريمين فلوينت وبيجيب ديفرنت بتاع ده سبستيتيوشن للورد ولكن السبيتش فلوينت على عكس البروكس افريزيا نون فلوينت. سوبيرو هنا من السو كوادرانت انوبيا اوديتوري اجنوزيا اند بروسو بوك اجنوزيا تمام ديفيكالتي تو ريكوجنايز فيس تمام ماشي. طيب الفرونتال أنا أون إكسبريسيف أو بروكس أفيزيا الـ patient or it is localized in the posterior aspect of the frontal loop in the inferior frontal gyrus. The speech is non-fluent, labored and halting. يعني العيان بيتكلم in non-fluent, labored speech. Disinhibition, preservation, anosmia, inability to generate list. Cerebellum region. Midline lesion في cerebellum lead to gaze and truncal ataxia. Hemisphere lesion lead to inattention, tremor, past pointing, dedokinesia and nystagmus. الحاجات بتاعت ال cerebellar region more specific areas. أول حاجة لو عندنا ال vernus والcarpusoft في حاجة اسمها medial mammillary bodies ده موجودة في الهايبوثالاموس وكمان الليجن في الهايبو في الـ في الميديال ثالاموس يعني بقى عندنا الميديال ثالاموس والهايبوثالاموس في الميميلاري بوديز. لو الهيمي باليزماس يبقى عندنا سب سالاميك نيوكليوس اوف ذا بيزال جانجليا الهانتيجون الهانتينجتون كوريا الكودا نيوكليوس في الاسترياتم اوف ذا بيزال جانجليا باركنسونيونز ديزيز سبستنشيا نيجرا اوف بيزال جانجليا وبعد كده الاماي دالجيا الاماي جالديا ده عندنا اللي هو كلوبر بوك سيندروم اللي هو هايبر سيكشواليتي هايبر اوراليتي هايبر فيجيا اند فيجوال اجنوزيا تمام ثلاثه هايبر ماشي. 63-year-old female present with 4-month history of progressive weakness in their lower limbs associated with numbness. She also complains of feeling tired and light-headed lately. She has had recent investigation for this and showed macrocytic anemia with vitamin B12 deficiency. She is currently waiting to commence vitamin B12 replacement. Otherwise, she is normally fit and well and is not on any regular medication. تمام. Neurological examination, the power على left 4/5 و right ده في lower limbs. The examination في lower limbs. The power الاثنين reduced في right زي lower limbs 4/5. A sensation normal for the pain with touch with temperature or pressure. A sensation for لأ ما هو كاتب coarse touch. A coarse touch will pain with temperature or pressure normal. A fine touch will vibration reduced. A perception reduced. A anchor reflex قليل. البابينسكي upgoing. يعني هي معها weakness معها الحاجات بتاع البوستيرو كولامين. تمام الفاين والفايبريشن الديب سنسيشن تمام ولوست انكل ولوست ني احنا عندنا اوستيرو كولامين ومعانا الباور ايه تاني الباور والاوستيرو كولامين والريفلكسس والبريفرال نيرف بقى عشان الانكل والني هم هم قليلين ليه برينورايتس صح ما بس هو عندنا سب كومباين شكلها سب كومباين اللي بيبقى معاه البريبيسبشن والفاين لا خلي بالك
اي فيتامين بي 12 ديفيشنسي، هي قايله ان هي مستنيه فيتامين بي 12 ديفيشنسي، فهي سبق كويس كومباند ديفيشن صح. ومعاه الريفلكس ده بيبقى ابسنت برضو، دي معاها جوينج دي برضو ساين برضو معاهم. لا اب جونج اوف ذا بابينسكي دي بتقول ان هو معاه بيراميدال ليف، كان سب كومباند ابر ولور اهي، ابر ولور وسنس، ايوه ثلاثه دول سب كومبايند، سب اكيوت كومبايند. ايش اريا سباينال كورد طبعا اللي هي البوستيريور واللاترال معاها، دورزام واللاترال، البوستيرو والدورزام الدورزال واللاترال ولا البوستيرو واللاترال دورزال. ما هي اللاترال ده الدورزال. الكيكو سباينال الابر لور موتور بتاع فيجن. ماشي. sub acute combined degeneration of the spinal cord dorsal and the lateral colamin. ماشي. the correct answer is dorsal and the lateral colamin. this patient has reduced power in the lower limb with reduced sensation to fine touch, loss perception, vibration sense. These symptoms and the signs are suggestive subacute combined degeneration of the cord, likely secondary to vitamin B12 deficiency. The most likely affect the dorsal colamin and the least commonly lateral colamin. Involvement of the dorsal colamin main manifest clinically an issue with perception, vibration sense, while the lateral colamin primary contain the corticospinal tract, which are principal motor pathway. يعني اللاتر ده الموتور والبوستيرور الديب سنسيشن. طيب انتيرو كولامين هو بيبدأ بالسنسوري ديفيسيت الأول، بعدين بيمشي ناحية الموتور، بتبقى في بعد كده بتمشي الدورزال بعد كده اللاترا. تمام. هو كده كده في البتاع ده، هو في البيراميدال تراكت في اللاترال كولامين ده، عشان كده العيان بيجي بالايه بالبيراميدال افليكشن اللي هو اللي بيبقى دورز افليكشن بتاع البابينسكي. تمام. الانتيرو كولامين برايمري كونتين سباينال سلاميك تراكت which responsible for pain, temperature, force, touch and pressure sensation. عشان كده هو عنده بريزيرفت كل الحاجات دي ومش دعوه بالانتيرو كولامين. The lateral horns of the spinal cord contain the neural cell bodies of the sympathetic nervous cell. Disruption of lateral horn of at the level من T1 ل T2 lead to classic triad partial ptosis, anhidrosis, meiosis, Fachner syndrome. بس على ليفل تي 1 لتي 2 انا اول مره اعرف يعني في بعد السيرفايكال على طول. تمام. عشان كده البانكوس تيومر بيعمل لنا الهورنر عشان الليفل ده. تمام. فنترال هورن اوف سباينال كورد كونتين موتور نيورون او ذا سكيليتال ماسل اسوشيتد وذ باثولوجي انكلود امايوتروفيك لاترال سكليروزس شاركوت ماريتوس سندروم اند بروجريسيف ماكيولار اتروفي. تمام. يبقى اللاترال ده ليه علاقة بالسمباثيك، الفنترال ليه علاقة بالموتور نيرون اوف سكيليتال ماسل، البوستيريور له علاقة بالسنسيشن. تمام. وهي اصلا يعني معلش يعني ايه البتاع الفيرتبرال كولم دي السنسيشن بيجي جاي من ورا، والاوردر نيرون اللي هو الموتور بيطلع من قدام، ودي بتاعت السمباثيك اللاترال. اما الهورن غير التراك، يعني النيورون بقى غير التراكتات بقى. الهورن اللي فيها سيل بوديز، التراكتات اللي هي بقى والاكسون دي. طيب ايه هو السب اكيوت سباينال سب كومباين ديجنريشن اوف سباينال كورد ان بيزك دي تو فيتامين بي 12 ديفيشنسي. Dorsal and lateral colamin affected. Joint position and vibration lost first, then distal distal parathesia. يعني أول حاجة deep sensation، بعد كده الparathesia. This بس على distal part. Upper motor. بس proprioception sensation هو اللي بيفقد الأول بتاع الجوينت وبتاع الفايبريشن. proprioception قبل اللي هو الفاين تاتش.
قبل قبل ما بيجي له الديستال باراسيت اللي هو بروسيسنج. بيرفرال نيوروباثي العادي. اه تمام ماشي. الابر موتور نيورون ساينس تيبيكالي ديفلوب ان لايكس كلاسيكالي اكستنشن بلانتاريس بريسكي ني ريفلكس بريسك اه ني ريفلكس عند ريسك يعني ابسنت ابر. كده. اه ما انا فاهمه بس الحاله اللي فاتت كان لوست لا اللوست كان الانكل. اللوست وكان معاه بريسك ني. مش انا مش عارف كان فاكره معاه كده. بريسك ني ولا لا، بس الانكل اهو لوست، ايوه والني مش كان مش كان ما كانش كاتبه الني. انكل لوست هو ايه تمام. جايب اه لنا صح. بقى الابر في صورة ايه؟ البابينسكي ساين. هو قوي وقايل تحت الانكل ريفلكس لوست عشان ايه؟ هات ماشي دكتور حسن الكلو تاني اللي هو الانكل لوست يبقى لور موتور نيورون ليجن، والبابينسكي انا فاهمه. انا عايزه ابر. بس اقرا هو كاتب ايه بس كده. كاتب الابر موتور نيرون تيبيكالي ديفلوب ان لايك كلاسيكالي اكستنسور بلانتاريس بريس كينيز ابسنت انكل. ابسنت انكل مش ابر بقى ده لور. ابسنت انكلز ازاي؟ انكل جيرك ازاي؟ المفروض بريفير نيوروباثيين. هي مش اللي انا بتهيألي دي، مش دي معناها انه لور يعني، لان دايما الابر موتور نيورون ليجن بيبقى معاه الريفلكسز بتبقى بريسكي قويه، وبيبقى هايبرتونيك، ومعاه بوزيتيف بيبنسكي ساين اللي هي الاكستنسور بلانتاريس. اما اللور ايوه بيبقى ايوه تونيك وبيبقى اريفلكسيا او الابسنت للريفلكس يعني، الريفلكسز بتقل قوي عشان ايوه ما انا قصدي ان الجمله دي السايكل في المفروض اللي اللور. يفسرها. ما صح انا معاك. اف انت بس هيت ريسيفر هي يمكن محطوطة هنا، بس بيتهيألي هي معناها لور، بس نتأكد منها برضه. لا هي لور. لا هي اكيد لور. هو الابر التون والباور سوري الباور الريفلكسز والريفلكس بيبقى عالي والتون بيبقى عالي كل تمام. حاجة عالية. اه بالظبط. فهو لو ابسنت ده بيساوي بيفرونيورايتس عشان الفيتامين بي 12 ديفيشنسي عشان بياخد الديستال اكتر من البروكسيمال. يعني هو كان قال لنا في ويستنج، في ماسل ويستنج، ما هي الماسل ويستنج دي برضو بتقول لنا لور يعني علامه، لان هو الكومباين ده لازم يبقى توفر في 3 حاجات. ما قالش ماشي قال الباور قليلة وخلاص. بس الباور 4 من 5. 4 من 5 يعني ابر بتهيألي، لان اللور بتبقى ضعيفه خالص. اه تمام خلاص ماشي 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 ماشي. a 63 year old female present with a لا ما هي نفس الحالة. عديها نبقى نبحث فيها. طيب هناخد السؤال على طول. which is the medication would be most appropriate prescription to reduce the frequency of migraine attacks. تمام ما معناش الحال اللي بيخلص لنا ال frequency of migraine attacks اللي هو ال prophylaxis ال specific serotonin. بروفلاكسز صح. انهي بقى يبقى two antagonists. لا واحد واحنا عندنا ايه the specific serotonin and two agonists بيتا بلوكر. ولا بيتا بلوكر. تمام يا بيتا بلوكر يا دي سيروتونين 2 انتاجونست. انتاجونست. تمام صح. بيتا بلوكر. السؤال رخم شوية بصراحة. اتش تي 1 وتي 2، فاللي هو هيتلخبط ما يعني. احنا قلنا واحد مع الاجونست اتنين انتاجونست على طول واحد كده. فيها ايه؟ واحدة اجونست، انتاجونست فيها يعني اتنين ايه. تمام. اتنين ايه تمام. بالظبط. بس هو احنا اللي كنا بناخده اللي هو ال H2 ال HT2 انتاجونست كان غير البيتا بلوكر، كان اسمه توبرامين. التوبراميت. توبرامين. التوبراميت وال H1 agonist اللي هو تريبتنز. تمام. طيب إيه هو مبجبها بيتا بلوكر مش كده؟ طيب هيبقى احسن الميجرين حاجه. لو اكيوت سامش ماشي ماشي لو اكيوت تريبتنز زائد نسيت او تريبتن مع بارستامول بروفلاكسيس توبراميت اور بروبانولول. تمام بيقول لك هنا ان الناس ريكومند فيرست لاين بروفلاكسيس اجينست الميجرين. عشان هي فيميل بقى في الحاله. هاوي بير ذس از شي از فيميل شان بير لازم بيتا بلوكر از ذا بيتر تشويس. تمام
ماشي. الميجرين مانجمنت الاكيوت احنا قلنا لازم كومباينيشن تريبتان مع انسيد او تريبتان مع البارستامول. لو من بتاع ده لو من 12 ل 17 طبعا مش هياخد اورال، هنديله تريبتان نيزال تريبتان اكتر يعني بريفيرد عن الاورال تريبتان. لو هو قال لك كل ال all major or not effective or not tolerated offer oral preparation of nitrochlorobromide. ثانية دول الانتي سيروتونين اللي هو البرو كلور برازين ده برازين صح؟ انتي سيروتونين دكتورة شيرين انت من اول صفحة كام؟ 72 172 72 طيب ماشي ربنا ييسر الحال ان شاء الله. حاسس النهارده افضل من امبارح شويه يعني. ما هو ان شاء الله بعد كده هنسرع اكتر، هو بس في الاول الاوبريزيشن بتاع الليجن والحاجات دي على ما ناخد عليها يعني. يا مسهل يا رب ولا يهمك دكتور. احنا قلنا لو قول اللي هو الانسيد والباراستامول مع تريبتان او النيزل تريبتان ده في نوت افكتيف او نوت توليريتد، بندي اورال بريباريشن زي الميثوكلوبراميد والكلوبرو بيبرازين كونسيدرد adding of an oral NSAID أو تريبتن. احنا قلنا عشان الابزورشن بيبقى فيه مشكلة من الابزورشن فناخد non oral NSAID زائد تريبتن زائد حاجة تحسن لنا الجي اي موتيليتي زي الايه تريبتن الميتوكلوبراميد وهو انتي ايميتيك كمان. And prophylaxis should be given if the patient experiencing اكتر اثنين او اكتر attacks per month. بيقول ان هو ده افكتيف في 60% من الحالات. المفروض هندي ايه؟ هندي توبراميت وبروبانولول according to the patient prepared preference comorbidity والريسك adverse effects. طبعا البروبانولول ده طبعا بريفير عن التوبراميت في اي وومن تشايلد بيرنج بيريد عشان المشكلتين. اول حاجه تراتوجينيستي وان هو بيقلل effectiveness of hormonal contraceptive pill وده كان امبارح كانوا بيقولوا ان هم يوكميك 3. لو this measurement fall المفروض بنعمل له up to 10 session من الاكويبانكشر over من 5 ل 8 اسابيع. A nice advice to the patient with migraine ان هو ياخد الريبوفلوبين 400 ملي جرام وانس بير داي ده effective في reducing الميجرين والفريكونسي والانتنسيتي. ده في نوع بيجي بتاع ميجرين منسترال ميجرين احنا المفروض بنقول لهم ان ياخدوا نوع اسمه من التريبتان اسمه الفرابو تريبتان 2.5 ملي جرام twice a day or زولوم تريبتان برضو مرتين بير داي مرتين لثلاثة بير داي. ده بيعمل لنا حاجة اسمها ميني بروفلاكسز. البيزو تيفن ده نوت لونجر يوز عشان هو عنده سايد افكت زي الويك جين والدراوزينس. تمام. 29-year-old female present complaining of visual disturbance. Examination revealed upper right superior hominuminous quadrant tenopia, where is the most likely of lesion. احنا قلنا الرايت هنقلب والليفت والسبيرور هيبقى فين؟ هيبقى مين المشكله في التمبرال؟ هيبقى ليفت التمبرال. عارف احنا كنا قبل ما نبدا البرانش ده كنا حلين السؤال ده مع دكتور ايمن بقى وكنا متلخبطين لخبطه ما يعلم بها الا ربنا، بس لما قرينا بقى فهمنا بقى اشمعنى كده ايه مع الدكتور ايمن. امتى الكلام ده؟ اونلاين. لا قبل ما نبدا البرانش، قبل ما نبدا خالص. لما قلت لي حليته شويه سي ان اس ما حضرتش معاكم بصراحه. لا ايوه قلت لي كان الانطباع كان وحش اياميها صح جدا. عشان من زمان يا دكتوره تيسير احنا السي ان اس رامينه من زمان وده كويس على فكره مش وحش ان احنا ده ايه؟ يعني ان احنا نذاكره كويس قبل الامتحان نخلي البرانشات التقيله قبل الامتحان زي البيزك ساينس والسي ان اس
كويس عشان يبقوا في الميموري يعني، مش راحوا. تمام. ايوه ماشي. احنا قلنا الليفت هون مناصيم هيمي انوبيا مين فيجوال فيلد افكت ان ذا ليفت، يعني ليجن في الرايت. احنا قلنا هنعكس الليفت رايت والرايت ليفت والابر لور واللور ابر. طب لو قلنا الهومونومس كوادرانت توبيا ده المونومس بتاعتها بيتس، الرايت بتعمل لنا انفيرور والتمبرا بتعمل لنا سيفيرور. الانكونجوريوس يعني قلنا اللي هو انكومبليت، اللي هو موجود في الاوبتيك ترانك. والكونجوريوس اللي هو كومبليت مكتوب ما بيبقى في الاوبتيك راديشن والاوكسيبيتال كورتكس، اللي بيفرق بينهم الماكيولار سبيرنج يبقى في الاوكسيبيتال كورتكس. خلاص احنا قلناه، ما هو نفس الكلام اللي فات. نعدي نعدي نعدي. طيب a 60 year old gentleman with background of lumbar spondylosis and the chronic back pain present gradually with worsening of bilateral upper limb paresthesia and stiffness. معاه lumbar spondylosis و lower back pain، معاه worsening of bilateral upper limb paresthesia و leg stiffness. Which of the following investigation below diagnostic key of feature، هتعمل له ايه؟ cervical conduction EMG MR cervical EMR MRI lumbar. في cervical وفي lumbar. lumbar MRI cervical بقى عشان ايه؟ upper limbs. مش بيقول gradual worsening bilateral upper limb؟ هو بيشتكي من lumbar، ماشي، وبيشتكي من lumbar spondylosis وباي low back pain. يبقى نعمل سيرفايكل ولا لمبر according to بس ما دام واخد الابر ليم ليجن هتبقى فوق وهتعمل ابر موتور نيورون ليجن في الليج، بس الليجن هتبقى فوق بتهيألي في السيرفايكل عشان 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 باراسيزيا ابر ليم. عارف بتهيألي كده. طب حتى نشوفه سيرفايكل. ليه بيقول